عليكم مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء ويتجدد التواصل دائما في لقاءكم الفني الأسبوعي على مدار راديو جلسة فنية دائما بتقنية سكايب باعتبار الاحترازات الوقائية اللي ممكن تكون، فصعب جدا على أنهم يلتحقوا بنا الضيوف في الإذاعة ديالنا، وبالتالي تكون فرصة أننا نصل الرحم مع مجموعة من الفنانين ومجموعة من الضيوف في جلسة فنية طبعا عبر هذا التقنية. اليوم مستمعين ومشاهدين كذلك في الصفحة ديالنا ميد راديو أوفيسيال في الفيسبوك، أن مرة أخرى غنفتحوا على التجربة واحد الشاب سبق لي صادفته طبعا لمدة، طبعا هو الدار البيضاء ومتألق في أداء الأغاني الطربية وأغاني الرواد، ومن الأغاني الشخصية ديالو ما اشتغلش بزاف، ربما أنه كان كيتسنى فرصة، ربما أنه بدأ البداية مع الاستقالة وجا كوفيد، تقريبا جا كوفيد وجات مشاكل كوفيد وخلى على أنه مجموعة من الفنانين الله يكون في العون على انهم يتحرموا من الاشتغال في الميدان ديالو، اذا اعتبرنا بانه المهرجانات ما كايناش، اذا اعتبرنا بانه الاعراس ما كايناش، اذا اعتبرنا بانه الحفلات ما كايناش، فصعب جدا مع كوفيد يمكن انه الفنانة من المتضررين بزاف من هذا الجائحه، الله يرفع علينا يا رب العالمين. طبعا صوت متميز، واحد من الاصوات الجميله بلادنا، ما خداش دوره الاعلامي، اشتغل قلنا في البدايه على واحد القطعه استقاله، قطعه مزيونه، وفي نفس الوقت يعيد الاداء مجموعه من الاغاني الرواد بواحد نوع من الطرب، رواد مشارقه كانوا او مغاربه، يكن له الوسط الفني الاحترام والتقدير خصوصا الناس اللي كيعرفوه بزاف. واليوم مستمعينا الكرام باش نقربكم من جديد، هو كيفاش عايش الوضعيه ديال الفنان اولا في هذا الجائحه كوفيد، وكذلك شنو خلى يتعطل في الانتاج، لانه رغم كوفيد كاين فنانين اللي كينتجوا الاغاني ديالهم الشخصيه، ولكن وغبر علينا واحد شويه ما نطولش عليكم، نطولوه الحديث ديالنا مع عز الدين قسوس. عز الدين مرحبا بك اخي. مرحبا بي عندك خويا هشام، وتحية ليك وتحية لكل متتبعي ومستمعي ميد راديو، وكان بغي نبارك لكم العيد ميلاد، عيد ميلاد سعيد ميد راديو، إن شاء الله بالنجاح الدائم وبالتوفيق بحول الله تعالى. شكرا والإذاعة ميد راديو تبقى الإذاعة ديالكم كذلك، نكون سعادة نوصل مع المتابعين ديالكم. نعم إذا سمحتي لي خي عز الدين، زعما بادئ لي بدا كما كيقولوا، غي كيفاش عايش عز الدين الفنان في ظل هذا الوضعية، وضعية الوباء، وضعية كورونا، وضعية كوفيد 19؟ وبالنسبة لي أخوي هشام أنا عايش حالي، يعني مني من الفنانين ومني من الموسيقيين، أنا تضررت من هذه الجائحة في حالي في حال أصحابي في حال خوتي، لا قلت لك أنا ما تضررتش غادي كنت نكذب على راسي. دائما الفنان كتكون عنده واحد عزة نفس، عنده واحد الكرامة، ما كيبغيش يدلل راسه، أنا كنتكلم على الفنان الحقيقي، دائما كيكون نفسه عزيزة، ما يقدرش يشكي، ما كيبغيش يشكي، ما كيبغيش هذه، ولكن أنا كنت متضرر في حالي في حال الناس كاملين، الحمد لله على كل حال كيبقى شيء قضاء وقدر ديال الله سبحانه وتعالى، وداز الكثير بقى غير القليل. دابا تنقولوا ان شاء الله مع هذا اللقاح كنتمنوا الله سبحانه وتعالى ترجع المياه لمجاريها وترجع الامور كلها، القطاع ديالنا احنا الفني ولا السياحي ولا كاع لي بروفيسيون ليبرال اللي ما خدامينش حاليا. نعم، شنو صور الضرر الشخصي عز الدين؟ شنو فقدتي؟ الضرر الشخصي اخويا هشام هو يعني كيف ما الفنانين كلشي كان عندهم مخططات، دابا انا كان عندي اعراس مغربيه، كان عندي حفلات وعندي طهارات كلهم تانيلاو بروميرمون، دوزيامون كيف قلتي تعطلت بالنسبه لانني ندير شي عمل ثاني، وكنت يلا كنهيئ كنقاد شي امور ديالي حتى ما وقفوا ليا بحكم انا منتج ذاتي، يعني كنتج لراسي، ما عنديش شركه انتاج اللي كتنتج ليا اولادي، خاصني نشتغل على راسي يعني حفلات وفي السهرات، وداك الشيء اللي
كيشيط لك عاوتاني وكيبقى لك، كتعاود تروج به راسك وتنتج مع فهمتي، تنتج اغاني او لا شي حاجه مثلا كوفر او لا شي حاجه اللي غتعاود ترجعك الصوره واحد الصوره جيده. انو لا كل شيء راه كتعرف الحفلات كلهم انو لا، وقع هذا المشكل هذا راه كيولي الانسان كيفكر في وليداتو، كيفكر في المشاكل اللي عنده، لي كريدي اللي عنده. كاين بزاف ديال الحوايج، ان هذا الشيء بحال شي رويضه طوموبيله غدا والروايد كيدوروا. نعم صح، وقفوا الروايد وقفت الطوموبيل، يعني ما غيمكنش تمشي. هكذا هو الفنان، اولا ماشي غنقول غير الفنان بوحده، يعني الاعمال الحره كامله واحد يمارس مع الله سبحانه وتعالى. اللي وقع هذا المشكل هذا وقف كل شيء، ماشي وقف غير وقف العالم كامل. انا بارفو كنشوفوا دابا حنا الناس خدامين حالين، تنقولوا راه خدامين هذا، ولكن الا شفتي لي شارج اللي عنده داكشي يقول لك انا غير حل، مثلا انا غير حل تنخلص هذوك الخدامه، تنخلص مثلا الموضوع والكرات المحال اولادي وتنبقى ربنا كريم، تنقول المهم راني حل وصافي، ما بقاش جالس في الدار، ما بقاش مريض، ما بقاش هادي. يعني بالنسبه للناس اللي خدامين صحيح. إذا كان الموظف عنده الصالير ديالو، إذا كان الأجير عنده بالكنزة ولا بالصالير الشهري، وإذا كان البائع اللي كيخرج طالب معاشه كان الواحد المنتوج معين كيبيعه فهو المدخول اليومي، بالنسبة لك تعز الدين كفنان كيفاش دبرتي هذه الأزمة، خصوصا أنه كما قلتي كاين المسؤولية ديال الوليدات، الدخول عندهم كان الدخول المدرسي صدقهم انتم ما خدامينش، قبل ذلك كذلك خصكم تخلصوا مثلا المدارس وما عندكم شيء، كيف استطاع عز الدين يدبر هذا الأزمة؟ واش هو إشارة على أنه الفنان بما أنه القطاع غير مهيكل على أنه يكون من النوع اللي كيوفر مدوير الزمان؟ صحيح، يعني الفنان خاصه يوفر دوير الزمان، يعني كنوفروا دوير زمان، ولكن بالنسبه لنا حنا بالنسبه لي انا كنتكلم على راسي كمنتج ذاتي، هذاك الشيء اللي كنقول غادي نوفره ويبقى محطوط عندي خاصني نخدم به، خاصني نشتغل به، يعني خاصني نشوف شي قطعه، شي سينجل، شي عفني شي حاجه خاصني نخدم بها. دونك هذا الشيء كيطلب فلوس، يعني كيطلب واحد المبلغ، مبالغ ماليه. دونك بالنسبه لي انا بحال اللي قلتي يلا كنت غادي نشرع في ذاك العمل، وربي جات هذيك الكوفيد ودوك الفلوس اللي كنت غادي نخدم بهم داك العمل، بقيت عاوتاني غادي كنقاد بهم. جاب الله ما سجلت وما يعني ما خلصتش العمل، وداك الشيء يكون يعني بقيت ربنا كريم والحمد لله. يعني الزوجه ديالي الحمد لله هي كتشتغل، كانت معاوناني، كنبغي نوجد لها التحيه، لانها اي فنان او لا انسان كتعاونوا الزوجة ديالو في الحياة ديالو اليومية، وكتعاونوا يعني في هذا مع الحمل في الحياة، فراه يكون زوج يكون إنسان محظوظ بزاف بزاف. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر الزوجة ديالي، وكنقول لها يعني الله يطول العمر ديالها والله يخليها ليا، ولأن زوجة الفنان يعني كتعاني معاناة، يعني الفنان ديما خصو يبان بواحد الصورة جيدة، وهي دائما كتفكر معاك باش انت تبان بديك الصورة جيدة. بارفوا كيتحرموا العائله ديالك من شي حوايج باش انت تبان في ديك الصوره الجيده، يعني كاين بزاف ديال المعاناه ما كتبانش للناس، الناس كيبان لهم داكشي واجد زوين، الفنان يعني لاباس نقي كيغني كيقول الله زعما سعداتو راه دائما نشط دائما، هادي لا راه ماشي دائما نشط، يعني قبل انا ما نطلع للسهره راه كاين كواليس. فالزوجه ديالي كتوجد معايا الحوايج ديالي، كتفكر معايا هنا كتادي فهمتي، كنضيع وقتي يعني كان معصبت انا خصني نخوي داك ستريس، وهادي عندك خصني نبان مزيان، خصني هادي باش الجمهور يشوفك بواحد الصوره جيده. فتحيه للجميع زوجات الفنانين، لان زوجات الفنان خاصها تكون مراه حقيقيه ما فيش اللعب. نعم صحيح، ايوا تحيه للصبر ديالهم معنا اخي، قول امين. معلوم معلوم، واحسنتم عليكم، راه ما نساوش الصحافة المغربية ككل، يعني والناس اللي بقاو كيشتغلوا ظل هذا الوباء يعني صعيب، والمرض الله يحفظه، وإنسان عنده وليدات وهذه، ما الله يحسن عوانكم والله يحسن عوان يعني الأمن ديالنا والله يحسن عوان الأطباء. زعما هنا من بعد إن شاء الله وقت ما نتلاقى معاهم نقول لهم الله يسمح لي، الله يسمح لينا منكم وصافي.
آمين يا رب العالمين. ربما لو تبعتي في البداية أزمة كوفيد في بلادنا كان الحديث على الفنانين، كان واحد النوع من التهجم للفنانين، مجرد أن فنان يطالب بحقه ولا فنان ما تيهضر على الوضعية دياله إلا وكتكون ردود فعل بخصوص هذا المسألة، وكأنه هذا الشيء اللي كان كينقصنا غير الفنان يهضروا دابا، وحنايا واش البلاد محتاجة للفنان؟ أكيد لو تبعتي هذه الموجة اللي كانت في الفيسبوك غير عز الدين قسوس هو كيفاش شاف السياق؟ لا انا تبعت هذا الشيء اخويا هشام. كاينين شي ناس يعني هادو اللي كيقولوا هاد الهضره، نهار غادي يدير عرس غيعيط للفنان، صحيح يعني ما كايناش نهار غادي يدير عرس غتكون عنده شي حفله عائليه كيف ما كانت غادي يولي كيقلب على واحد الفنان معين انه يحيي ليه ذاك الحفل. نعم والفنان كيقدم واحد الرساله الا شفنا يعني في الجائحه، يعني في الاول ديال بدايه الجائحه راه شفنا تبارك الله يعني الاستاذ الموسيقار سي نعمان الحلول كنوجهوا ليه التحيه، دار عمل زوين. فنان صلاح الدين محسن، بزاف ديال الفنانين تبارك الله داروا اعمال زوينه وعبروا على التضامن ديالهم مع المغرب وعلى الحب ديالهم. علاش الفن؟ راه العالم كله فيه الفن، يعني في اي دوله كاين الفن، بدون فن راه ما كاينش لا رساله ما كاين حتى شي حاجه. غير كيبقى نوعيه الفن كيفاش داير، كاين الفن الهادف وكاين الفن، وكل واحد شوف حنا دايرين بحال السوق، كتمشي للسوق كتلقى بطاطا مطيشه، كتلقى كل واحد كيمشي كيهز الخضره اللي بغا، كياخذ المنتوج اللي بغا، المنتوج اللي بغا وكياخذ المسائل اللي بغا. دونك حنا مثلا كشباب كنصنت القديم وكنصنت الجديد، طبيعه الحال باش نعرف الوقت فين وصلت، ما يمكنش نبقى منحصر في واحد الزاويه. كان في المصباح كنفيق نصنت محمد عبد الوهاب، نصنت الكلثوم، عبد الحليم، في نفس النهار نقدر نسمع لسعد المجرد ونسمع لحاتم عمور ونسمع الجديد ديال ليجون تبارك الله اللي كاينين، ونشوف الناس فين وصلت الافكار كيفاش دايرين. انا يعني ما يمكنش نبقى منحصر في واحد الزاويه بوحدها، راني ما غتعيشنيش، فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ دونك هاد الناس اللي كيقولوا هاد الهضره هادي راه مغالطين مليار في المية، والله يهديهم على نفسهم. لان الحياه كل حاجه عندها بلاصتها، الفن عنده بلاصته، الرياضه عندها بلاصتها، كل حاجه عندها البلاصه ديالها، كل واحد كيأدي دوره في هذا المجتمع. ما نكونوش كاملين رجال الأمن، وما نكونوش كاملين أطباء، وما نكونوش كاملين موالي الحيوانات. نعم صحيح، انا في نعم الفنان ما يمكنش ليا ما نتفرجش ماتش ديال الكره. نعم يعني عندي نهار الحد انايا كيكون ملي كتكون الوداد لعبه في ستاد دونور خاصني نكون في ستاد دونور، ما شغليش، خاصني نتفرج مع راساتي نشوف هذاك هو المتنفس ديالي، خاصني نمشي نتفرج. يعني كل حاجه عندها البلايصه ديالها، هذا الشيء اللي بغيت نقول انا. ما نكونوش بحال، يعني كل واحد عنده دور كيف ما قلنا، وهذا المجتمع هذايا مجتمع واحد ولكن تتعدد فيه المهام وتتعدد فيه المسؤوليات وتتعدد فيه اصحاب الرسائل. والكره ربما كيحقق لنا المتعه، والفنان ربما يقدم لنا رساله او يقدم لنا المتعه كذلك، والفرح والحضور والسرور، كيف لا؟ وما كاينش شي بيت مغربي يخلو شي حفل اللي عيط واحد الفنان يغني له في الحفل ديالو اسبوع كان او ختانه او عرس او حفله، ولا حتى الطلبه ممكن نجيبوهم يخلقوا لنا المديح والسماع وكذا. فهذه مساله مهمه. نعم، شنو سمعنا بالصوت ديالك اخي عز الدين قبل ما نمشيو لواحد المحور الدعم وعلاقتك بالدعم، واش مشي دفعتي الدعم والجدل اللي خلقوا من بعد دخلوا في ما هو شخصي وعلى المسار الفني ديالك؟ خصنا لا بدا نغنيو شي حاجه دابا باش نزيدو ولا دابا؟ لا غني لنا شي حاجه بصوتك، يلا الكابيلا يلا. غفلتيني يا خويا، غفلتيني غفلتيني، سلم على قمع عليها، فهمتي كيفاش ولا؟ لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحبيت تبقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت، خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان، خليني ذكرى جميلة عندك وقعدت تنسى زمان، ما تقولش حبي وقت عدى ويوم خلاص عشناه، قول اني حبي حبي غالي بس هي حياة، ويبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القاف،
ويبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي الآه، خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين، وإن حد يسألك عني قول له كنا أوفى اتنين، وإن كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليا سنين. تبارك الله اخي عز الدين. طبعا محور الدعم الفني، نعم ممتاز ممتاز، كنسمعوك مزيان كنسمعوك مزيان. نعم الدعم خلق واحد الجدل وخلق واحد النقاش، وكأن الحديث على مليار و400 مليون توزيع المجموعة من الفنانين، كان هذا مبلغ ضخم، رغم انه الى جيتي تقسموا على الناس اللي حصلوا ما كاينش تما حتى 1000 درهم او 2000 درهم، غير باش نوضعوا المستمعين والمشاهدين في الصوره ولكل ذي حق حقه. تبعتي الجدل اللي وقع، وانت واسبق لك دفعتي مشروع فني ديالك لوزاره الثقافه باش تحصل على الدعم او لا؟ لا لا، انا ما دفعت لا دعم لا والو. انا كان اتصل بي الاخ والصديق، كان بغي نوجه ليه واحد التحيه، طريق برداد، يعني من عضو من اعضاء الفايف ستار، وكنت وياه، قال لي عزيزين راه كاين واحد الدعم وداك الشيء، واش موجد شي اعمال ديالك؟ قلت له لا حاليا ما موجدتش شي حاجه. قال لي وجد شي حاجه وهذه وهذه، صراحه ما الفكره ما خديتهاش يعني جديه، ما دفعت لا دعم لا والو. بالنسبه للدعم كيف قلتي، يعني راه كل سنه كاين، صحيح يعني ما كانش غير كل عام كاين الدعم. حنا كنعرفوا الاصدقاء ديالنا واصحابنا يدفعوا الدعم كل عام، كياخذوا الدعم، ولكن داك الشيء راه فيه مصاريف، يعني داك الشيء فيه مصاريف، وفيه خاصك تعطي الوزاره الثقافه الفلوس فين مشى وشنو هذه شنو هذه، بحال خلصتي الموسيقيين، يعني داك الشيء كامل خاص يكون مسطر ومقنن في اطار ديال الترتيبات مضبوط. نعم ثاني حاجه، دعم يعني ما جاش في وقته بحكم الجائحه، يعني مادام دعم هو دعم استثنائي خاصو يكون دوك الفلوس، يعني نشوفوا الموسيقيين اللي ما عندهمش، نشوفوا الناس اللي ما عندهمش، يعني ويعطيهم داك يقسموا عليهم الفلوس، راه غادي تجي واحد البركه محترمه لكل واحد، يعني يتنفعوا بها ليهم ولوليداتهم وداك الشيء كامل. دونك حنا ما كانش مشيتي مع التوجه ده، هو انقسموا الفنانة، كاين اللي كيقول لك لا هذا حق مشروع لانه انا كنشتغل في هذا المجال، وبالتالي عندي مشروع فني مخدم معايا بزاف ديال الناس ومن حقي على انه نحصل على الدعم. كاين ناس من الوسط الفني اللي قالوا لا نمشي في التوجه لانه نشوفوا اللي كان في الحزه كما كنقولوا، اللي كان مضرور بزاف من الموسيقيين اللي كينتميو مجموعه من الفرق، ربما انه مسلطاش عليهم الاضواء وعانوا، لانه الدربوكه مثلا خدم غير في هذا المجال ما خدمش الدربوكه فهو ما خدمش، مول الجيتار كذلك، مول وقيس على ذلك مجموعه من المهام داخل شي فرقه موسيقيه معينه. ربما انا مشيتي في الطرح اللي مشات في لطيفه رأفت، هذا هو الطرح اللي دافعت عليه بانه ما كانش يستافدوا مجموعه من الناس لانهم عندهم، وكان بالتالي لانهم يستافدوا الناس اللي ما عندهمش، رغم انه كل فنان كيشوف انه من حقه هذاك الميدان اللي كيشتغل فيه عنده مشروع دفعه وخد الدعم. اييه احنا متفقين، يعني شوف كل دولة في العالم كتدعم الثقافة ديالها وكتدعم الفنانين وكتدعم الفنانين، هادشي راه ما كاينش غير في المغرب، راه كاين يعني عالميا هادشي، احنا ما قلناش شي حاجة، احنا كنتكلموا غير حيت اساسا هذوك الاعمال اللي كيدفعوا لهم الدعم ما كنسمعوهمش، هذا هو الواقع. احنا عندنا بزاف ديال الاصدقاء ديالنا، موضوع واحد اخر، هذا موضوع دابا الا كان الدعم المسرحي كيتقدم الدعم لواحد المسرحيه على الاقل كنشوفوا ديك 10 العروض مشى من مدينه من المركز الثقافي ما. نعم المسرح شكلي ثاني، نعم كنشوف كاين ديك الاغاني ما كنسمعو حتى شي واحد، عمري ما سمعت شي واحد صديق ديالي فنان قال لي راه هاد القطعه هادي راه انتجناها، يعني الدوله دعمتنا فيها، وراه ما عمري كنشوف بزاف الفنانين عمري كيصرفوا على الاعمال ديالهم، بينما الناس كتدفع الدعم ما كنشوفوش داك الاعمال الخارجيين، ما كنسمعوهمش في الراديو، ما كنشوفوهمش في اليوتيوب، ما عرفتش. انا كنتكلموا دابا ماشي هو المشكل، كنتكلموا غير حيت مادام
دعم استثنائي عطيو لكل شيء وما تقصيو حتى شي واحد. اولا الا ما بغيتيش ديروا بحال هكذا ديروا احصاء شوفوا شحال كاين ديال الفنان عندنا، خصنا نعرفوا هذا شحال من الفنان كاين في المغرب، خصنا نعرفوا هذه المساله هذه. كاينين بزاف ديال الفنانين كنعرف انا اصوات جميله وانا مضرب معاهم غير على لا كارت دارتيست، نقول ما عباد الله ديروا لا كارت غير عارفك واش انت فنان. دابا وقفك غير مثلا شي واحد من الشرطه ولا هذه وقال لك عطيني البطاقه ديالك ولا جبتي لي لا كارت ناسيونال وجبتي لي واحد البطاقه ديال الفنان راني فنان. نعم واش دابا تنغني ليه باش يعرفني فنان؟ باش فهمتي بغيت نقول لك دونك حصلتي عليها انت بطاقه الفنان؟ انا عندي بطاقه الفنان الاولى او كانت طاحت ليا جات هاد عاودت سي مصطفى برطول كنبغي نجدو ليه التحيه يعني رئيس النقابه ديالنا كاتب العام ديال النقابه الموسيقيين المحترفين كان صوب لي هاد الثانيه. هاد الثانيه اوروزمون عندي حتى 2021 نعم بقات والاخرى راني دافعه صحيح. نعم ملي كنعيط الاصدقاء ديال الفنانين كلهم كنتكلم معهم على هذا الموضوع كنقول لهم لا بد هذيك لاكات راني حنا كنحتاجوها راه مستقبلا غادي تبدل بزاف ديال الحوايج يعني من مورا الكوفيد راه غادي بزاف ديال القوانين غيتبدلوا وكاين بزاف ديال الفنانين ما عندهمش لي كارت الفنانين وما عندهمش لي كارت دونك اذا بالا جابوا كاع الا بغينا نحصيو هاد الناس هادو كيفاش غنديروا لهم؟ نعم هذا ما بقيناش نعرفوا فين الفنان شكون هو اللي محترف شكون اللي عنده بطاقه على الاقل بطاقه الفنان كنظن لك زعما المفهوم القانوني ولا الشرعيه القانونيه. انا راه دابا انا راني كاين يعني راه وزاره الثقافه كتعرفني لا دابا سيستم ودرت عزدين كسوس راني خرجت لها انا وفلان من فلان وهي غير وهنا هنا الوزاره الثقافه داخل ما عرفتش شنو دير واش شنو غادي نديروا كيفاش غنديروا هذه المساله هذه. هذا دعم استثنائي ودعم استثنائي الا جيتو في المفهوم ديالو يعني خاص كلشي ياخذ مادام هو استثنائي راه خاص كلشي يعني يستافد من ذلك الدعم حيت كلشي كان واقف استثنائي. كاينين الناس تعبوا في الاعمال ديالهم والله القسم واعمال زوينه تعبوا فيها وجمعوا الورقات الوثائق ديالهم وقدوا كلشي وترفضوا. نعم مادام هو دعم استثنائي علاش رفضتيني انا؟ علاش قصيتيني انا؟ انا وانا عندي بطاقه الفنان زعما فهمتي؟ عنده بطاقه الفنان وخاص الناس اللي يكونوا معاه العناصر اللي غادي تشارك معاه ديال الموسيقيين كلهم يكون عندهم تما تكون متوفر عندهم بطاقه الفنان. وهي غادك الدعم الاستثنائي غا فحال اللي زعما خرج الدعم قبل الوقت ديالو ولا في واحد الجزء الثاني ديالو لانه هو مربوط بمشاريع يعني ما فيش شي واحد حصل على الدعم في هذا اطار الدعم الاستثنائي هو ما عندوش مشروع فني يقدمه يعني كاينه ملفات اللي تقبلت وكاينه ملفات اللي ما تقبلتش. انا اعتقد بانه كان مجرد يكون بانه غير هو دعم الاغاني ولا دعم المشاريع الفنيه قطاع الاغنيه احسن بكثير من خذوا له الصيغه بانه دعم استثنائي حيت اللي خداو الدعم الناس قدمت مشاريع فنيه ديالها. بقى السؤال شنو نوعيه المشروع اللي قدمتيه واش يستحق الدعم ولا لا؟ كاين ناس اللي حصلت على واحد المبلغ ربما نوبه بزاف 18 مليون كذا وما عرفناش الا قسمتي على بزاف الناس شنو ممكن يجي، ولكن اللي يبقى بانه الفنان بحاله بحال الناس خاصو يدعم لانه في الازمه كورونا الا كانوا مجموعه من الناس مثلا الناس دراميت خداو ديك 800 درهم الناس اللي مخدام في القطاع غير مهيكل خداو 1000 درهم الناس اللي عندهم التغطيه الصحيه خداو 1200 درهم ولكن في القطاع الفني ما هو راميد ما هو في القطاع الغير مهيكل ما هو عنده الميتيال مثلا الضمان الاجتماعي وبالتالي خلى ما يكونش الدعم. الا ما جاش الدعم من طرف الوزاره الوصيه هنا اللي يولي المشكل. على العموم شنو سمعوا من الاغاني ديالك اخي عز الدين من الاغاني الطربيه اللي عاودت نسمعوها ونعطيوها اهداء للمستمعين والمشاهدين الكرام. لايف هكذا ولا نسمعوها من التسجيلات ديالك؟ من التسجيلات ديالي نديرو كشكول عبد الوهاب الدكالي. يلاه وعليه كشكول رائع الموسيقار عبد الوهاب الدكالي بصوته احساس عز الدين قسوس في هذا العدد من جلسه فنيه. لا
عادة يا ويفي شبوك العدد ونار الشوق يا ويفي ما بغيت تهدى يا ويفي شبوك العدة يا ويفي شبوك العدد ونار الشوق يا ويفي ما بغيت تهدى يا ويفي ومع الحزان وناري وحدة ومع الحزان والوحدة ضاعت أيام أيام وحال حال حال ما يضيع الدهر ولا وبنا وعلين قصور ندو بدراعي أو قطابك البحور وشقا بشراعي هذا هو أسدين قسوس مستمعينا الكرام معنا ضيف في هذا العدد من جلسة فنية موضوع آخر ننتقلوا له هو قضية الإنتاج أنت واحد متتبعين الوسط الفني كيعرفك مزيان يعني الأوساط الفنية كتعرفك مزيان أنت صديق مجموعة من علي أنوار سعد حسن مجموعة من الرواد أنت واحد النوع أسدين ماشي كاتب الانتاج وماشي غزال الانتاج ممكن مجموعه من الفنانين اي تخربيقه ممكن ينتج وتخرج غياب على مواقع التواصل الاجتماعي راه حضرتي قليل على المستوى الفني قليل ولكن الوداد حاضر هذا موضوع اخر عندك عندك قس قس عليك يوسف زين عبد العلي انوار حتى البدايه حتى مؤخرا عاد كينتج بعض الاغاني عز الدين متتبعين يعني كيلوموك على انك علاش ما كتنتجش الاغاني الشخصيه ديالك من بعد ما كانت اول اغنيه هي اغنيه استقاله انا اولا قبل من اغنيه استقاله كان الالبوم ديالي ديال سهره حيه صحيح سهره حيه حنا نقول على فيها روبليز فيها اعاده حنا نقولوا قد ما هي نقولوا بها هي أغنية بحث عن كلمات ألحان توزيع أغنية أول ما نغناها غنى عز الدين قسوس دابا الإشكال فين كاين أخويا هشام واحد الإنسان كيغني في واحد المدارس معينة كيغني الطربيات كيغني الموشحات كيغني كلثوم كيغني عبد الوهاب جورج وسوف أغاني المغربية كتخرجوا من هذه القوقعة هذه كتقول له صوب أعمالك الخاصة حنا في المغرب عندنا مشكلة نص مشكلة النص كاين علاش مشكلة الالحان الحمد لله في التوزيع تبارك الله يعني كاينين تبارك الله موزعين في المستوى كاين هادي كاين كتاب كلمات وعندنا داكشي دابا ولينا كنسمعوا الاغاني بحال بحال مقاربين كتسمع نفس اللحن نفس ما بقيتيش كتعرف ديك الهويه ديال الفنان شكون هو هذا ولكن بدات كتخلق الاساليب لأنه سهل جدا كنو كنغني اللي صعيب ويكون عندي واحد الأسلوب ديالي أنا ملي كنسمع دابا مثلا حاجة تقول لك هذا أسلوب الشاب خالد ديالو هو ولكن في المغرب بدينا زكريا غفوري مثلا قلب على واحد الأسلوب عنده واحد ستيل إذا بغينا نقول حاتم عمور في الألبوم الأخير ستيل تما كذاك واحد ستيل وعاود تما برافو اللي عندك زكريا الغفوري عجبني الستيل بدا كيدير مؤخرا ستيل زوين وضف فيه واحد ثقافه الايقاعات اللي عندنا حنايا الاقلال ايقاعات مغربيه وضفهم في الاغاني ديالو وتبارك الله بدا كيعطي واحد اللمسه زوينه حاتم عمور كيف قلتي حتى هو تبارك الله بحق حاتم عمور كان عايش في مصر وفهمتي وعارف عارف من اين يؤكل الكتف فهمتيني تبارك الله عليه وصل لواحد النجوميه معينه كيولي الكاتب كلمات كيبدع باش يا ربي تعجب هذاك الفنان صحيح كيولي المستوى كيبدع باش يا ربي لا خدم عنده مثلا ذاك الفنان اللي مشهور خدم عنده ذاك الاغنيه راه حتى هو غادي يتشهر معاه بحال شي انسان مثلا بحال دابا على سبيل المثال كاين واحد المشكل مثلا انا عز الدين قسوس يعني بفلوسي وداك الشيء مشيت لعند شي ملحن يعني بارز او لا واعر
يعني عنده اغاني واعرين ونجحوا نجح بهم مثلا سعد المجرد داكشي قلت انا نتعامل معاه زعما ما غيعطينيش داكشي اللي زوين على يقين كلمه وقع مع سمير مجاري رجع وكانه في واحد اللحظه هو المطلوب زعما ورغم انه ماشي كل اغاني سمير مجاري نجحوا باصوات لا لا سمير المجاري صديق ديالي واخي وصديقي وكنحييه من هذا المنبر هذا سمير المجاري كيخدم بقلبه يعني واحد الانسان يعني في الانسانيه يعني الا شاف الفنان وحب داك الفنان كيخدم بقلبه الا ما بغاش داك الفنان ما يخدمش معاه بقلب انا كنعرف سمير مزيان سمير واحد الانسان شعبي ولد عائله شعبيه وسط شعبي واحد الانسان بسيط في الحياه ديالو حكم عاشرته وتقربت لي بزاف كيلعب معايا كره يعني في صديق ديالي بزاف سمير باقي ما حصلش لي التعامل معاه ولكن ان شاء الله غادي غتكون شي حاجه مع الاستاذ سمير كاتب كلمات رائعة مازال غادي يقول الكلمة ديالو مستقبلا عقل فين قلت لك اخويا هشام هذه المسألة هذه كنتمنى ان شاء الله يحصل داك التعامل ونديروا شي حاجة في المستوى مستقبلا نعم الاستقالة شنو كان كيفاش تبعوها الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وفي اليوتيوب نعاود جورنا عاود الحديث على الأغنية دابا على مستوى نسب المشاهدة أكثر مما هي نسب الاستماع أغنية أنا شخصيا بما أنني كنشتغل في الراديو كنقول بانه مصداقيه الاغنيه هي تدوز في الراديو القوه الاغنيه هي تدوز في الراديو تعجب المستمعين اكثر مما نقولوا هي اغنيه عجبت مشاهدين في اليوتيوب وراه هادشي اللي كاين اخويا هشام دابا ولا النسب المشاهده هي اللي كتحكم ما بقاش واش هذاك الصوت واش زوين واش هذاك ديك الاغنيه زوينه واش هادي ما غادي نقول لك وحنا مضطرين اننا نسيروا هادشي يعني بغينا ولا كرهنا لان ما يمكنش نقولوا هذا الشيء راه دابا داخل فيه الصداع وداخل فيه المشاهدات وانا ما يمكنش لي انا نطفي نسحب لا ما خصنيش نسحب خصني نبقى غادي حتى نحقق هذاك الشيء اللي بغيت مؤخرا سمعت واحد الاغنيه زوينه عجبتني لا في النغمه لا في النص لا في كل شيء ديال بالمير اخوان بالمير بالمير بجوج طبعا راشد رجاء وعمر رجاء وعمر تبارك الله ديك اغنيه عجبتني زوينه وقلت للاخ الصديق السي بن فضول كنضربوا تماره كنضربوا تماره تماره ياك هذه يعني بجوج لا تيقول لك لا ثقه فيك يا ليام شي حاجه بحال هكذا صحيح اغنيه ثانيه هذه زوينه وفيها واحد ستيل زوين ونغيمات زوينين داكشي يعني في المستوى كلام في المستوى يعني ما غاديش نكذبوا على فيها الغيوان تما كاينش فيه الغيوان شويه حتى الغيوان ما كاينش يعني شنقول لك كاين حوايج زوينه ما نكذبوش على الله كاين حوايج زوينين ما يمكنش انسان ضرب تماره في واحد الاغنيه واجتهد وتقول له هادشي غير تخربيق مثلا ولا هادي ما عندهاش معنى يعني اي عمل راه فيه مجهود هاد العمل هذا فيه مجهود واصوات جميله وداكشي يعني في المستوى لا لحن ولا توزيعا ولا كلمه وكاين اعمال اخرين حتى هما زوينين تبارك الله وكاين اعمال عاوتاني راه لان الرداء راه من زمان وهي كاينه غير دابا كثرت نعم دائما وربما انه في عاد غام كلثوم كانوا كيشوفوا منير المهدي رديئه جدا معلوم رغم ان كان عنده جمهور كبير منير المهدي مثلا حنا عطينا واحد المقارنه انا كنتكلموا يعني الرداء كانت حتى في الزمن الجميل ولكن كانت قليله قليل فين كتسمع شي قطعه يعني ما وكانوا قطع في المستوى يعني قطع هائلين بزاف وما تشهروش باقيين كنسمعوا حنا الى يومنا يعني هادشي كيبقى فوق هادشي كامل كيبقى حظ الحظ واش مره واحد الفنان سقسيتو قلت له شنو السر ديالك قال لك الزهر شنو نقول لك انا عندي صوت واعر نقول لك انا مزيول زعما انا مزيول نقول لك شنو كنغني شي حاجه الطوب يقول لك عندي الزهر انا واحد السيد عندي الزهر زهر كيرمي يدي فيه كيجي ربي تيسير وانا كيقول لك ماشي خلي لك الصوت خلي الواحد يقول او لا كيفاش كيشوفني ولكن انا واحد السيد عندي الزهر ما كنت والو لقيت راسي هو كيبيع صحيح الحظ وياه والله الا واحيانا بعض المرات عاود فنان كيبقى يضرب تمارة واحد كيهم على الكوميرسيال فهمتيني الفن الكوميرسيال والطوب فلوس نجاحات فيلا طوبات مزيانين يسب مشاهدة العالية
ارباح الماديه، واحد ربما نوصات وش يوقع لعبد الشريف. عبد الشريف بقى في القوقعه عند عبد الحليم مثلا، من نهار من يبغي يخرج منها ما قدرش، صعيبه بزاف. عندنا مجموعه مثلا، عندنا واحد صوت مزيان ولا مصور راي فهمتيني، كمال الصحراوي، واحد واحد من اصوات يوسف زين، واحد من اصوات المزيون عندنا في المغرب. مؤخرا عاود حاول كيخرج ويصرف شويه من الفلوس. يوسف زين ملي بدا كيرجع عجبني. نعم انا يوسف زين عنده كاع المقومات ديال الفنان، عنده صوته جميل تبارك الله، كيعرف يموال، كيعرف يوظف صوته مزيان، عنده لو بروفيل ديالو زوين مقبول. صحيح. علي مديدي مؤخرا مثلا تبارك الله، حتى هو من الاصوات الجميله والاصوات اللي فايته السن ديالها يعني خاطره. صحيح. يعني محمود الترابي كان عاود، كان ممكن يكون في نيفو احسن من النيفو اللي هو فيه دابا. شوف انا قلت لك شنو كاين، كيبقى مساله ارزاق. شوف انا قبل ما، على سبيل المثال، قبل ما نكون في الفن كنت كواري. صحيح. عافينك. وحنا يا قلنا كنت كواري مزيان، كانوا كيعرفوني يعني في الاصدقاء ديالي هادي، كنت كنلعب في الوداد، يعني كنت زعما نكون نجم، ما كاينش نقدر نهز الفرقه على كتافي، ما كاينش المشكل. ومن بعد كنشوف شي ناس يعني ماشي في المستوى ديالهم انهم يلعبوا في الوداد وكيلعبوا، علاش؟ لان كان داك راه كتعرف داك التدخلات ديال هذا باك صاحبي، لا كاين هادشي، راه الكره راه غتقدم ليا لعاب، غتقدموا للمغرب، درنا باك راه غتبان. من بعد اللي كانوا كيلعبوا معايا، كانوا كيلعبوا معايا عادي، النيفو ديالهم عادي، وشفتهم كيلعبوا في الوداد بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، الله يسهل عليهم وما رزقهم هذاك في الدنيا، يعني فهمتي، خدموا راسهم تبارك الله. لو كيطوروا فتحات لقاو شكون لعب معاك الكره انت في واللي مشاو مزيانين في الكره؟ اللي مشاو مزيانين كان ايوب سكومه ديال الوداد. كان ايوب سكومه تبارك الله، كان من الصغر ديالو كان كواري، كواري حقيقي. وفين ما حطيتيه تبارك الله ما كيخافش. دريس فتوحي الاب ديالو هو اللي كان قيدني في الوداد، الاب ديالو والله يطول العمر هو اللي قيدني في الوداد نهار الاول، بحكم كان هو منتخب مباريات بزاف، ومن بعد مشى للخليج او قبل الخليج. تبارك الله لاعب كبير داك الولد، هو خدم راسو في اوروبا، وداز من بزاف ديال التجارب. لعب معايا سعيد فتاح، سعيد فتاح ما لعبش معايا في الوداد، هو انما لعب معايا حيت كان كيقرا معايا في الاعداديه ديالنا، وكنا كنلعبوا دي ماتش مع ضد بعضياتنا. حمزه حجي، مهدي بركات، كاين بزاف ديال الاصدقاء. نعم. وشنو يخليك توقف على المناسبه خلفنا، شنو ذكرنا، شنو اللي خلاك بانه تسمح في الكره والوداد؟ وصل دابا الحديث على الكره حديث ماشي هو حديث قديم، الكره اصبحت شي حاجه واحده اخرى. ولا معدد ديالك وانت كتقول يا ريت لو كنا كملنا في الكره احسن اننا ناخذ التوجه الفني، لانه الفن عاود. لا بالعكس، شوف اي ميدان اخويا هشام عنده صعوبات ديالو، كذب عليك كذاب لك شي واحد شي حاجه، فين ما مشيتي كل ميدان يعني راه الكره عندها صعوبات ديالها. الكره لما مشيتي تبليسيتي كتكون شاد لو ريتم ديالك مزيان، كتبليسه باش ترجع داك لو ريتم اللي كنتي فيه، خاصك ما هي وما لا ونوم. صحيح. يشيك خاصك لا كونديسيون فيزيك، خاصك بزاف ديال الحوايج. مازال الفنان يعني كيقدر يضربوا البرد في صوته، ياكل العصا شويه، كيحبس واحد الاسبوع ولا اسبوعين، كيعاود يرجع يغني مرتاح مع راسه وهنا فهمتي. الفنان كيقدر يطول. اما القويري راه جهدوا واحد 35 سنه ولا 38 كاع الى 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 طاروا له ساعدته الظروف وصافي، هادشي كيوجدوا. كيقولوا بانه الفنان كيبقى يغني تيموت، ولكن الكويري 35 40 الى طول كيوقف. هذا هو الجهد ديالو. وانا بحكم بصراحه داكشي ديال هذاك الوقيته فين كنت كنلعب ديك البيريود، كان داكشي ديال باك صاحبي، لا هنا بلاتي انت كتشوف راسك الاسبوع كله انت كتريني، وكنخرج من اعداديه ولا من الثانويه شي بلا بيسيكليت حتى الوداد، كنلعب كندير المجهود ديالي، كان الحمد لله ديما كنت في المستوى، كان كيمشي معايا واحد عمي الله يرحمه، كان هو
كيساندني ومشجعني. وفي الاخر ديال الاسبوع ملي كنلعبوا دي ماتش كيدخلوا ناس اخرين ما تريناوش ما تريناو معنا ما والو مالهم كانوا قاريين جابوهم والديهم وداك الشيء وهادي. وانا كنت كنمشي انا وداك انا وعمي الله يرحمه يعني ما كانش كيمشي معايا لا الوالد لا والو وما ما كنقول او علاش وما يمكنش لي انا نمشي عند المدرب نقول علاش ما لعبتينيش ديك الساعات انا باقي صغير بنفسي ما كنرضاش اولا كيدخلك حتى كتبقى ديك 10 دقائق ويبدا يغوت عليك من الفوق هذاك ولد فلان كيبقى عليه وتبارك الله عليك السي هادي شويه عليك وهادي وانا ملي كيدخلني كيبدا يغوت عليا ومدخلني 10 دقائق انا ما رضيتش صافي ما بقاش نمشي. نعم الاستقالة ذكرنا معها على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع كانت كلمات الأخ والصديق يونس آدم وألحان أسامة الحنصاري وتوزيع مدير العظماوي كنوجه لهم التحية من هذا المنبر كاملين أنا وتما تبارك الله شغلوا بواحد الحب وبواحد بواحد الاحترام وبواحد الثقة كانت بيناتنا والحمد لله لو سينجل يعني الناس كلهم عجبهم الأصدقاء حتى الناس اللي كينتقدوني يعني أصدقاء ديالي اللي كينتقدوني في وجهي يعني ماشي من دوك الناس اللي كيكتبوا عليا اولا هذه ولا هذه قالوا لي راه اغنيه زوينه وخفيفه على القلب وما كتملش ما 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 بالنسبه للاعلام ما خداتش الحق ديالها بزاف انا غنديروا ان شاء الله اغاني يعني جايين ونتمنى ان شاء الله ناخذوا النصيب ديالنا من الشهره ومن النجاح ان شاء الله ان شاء الله بحول الله غنهضروا على فتح المسيره الخضراء من بعد ما نسمعوا هذه الاغنيه وهي اولى اغاني عز الدين بسوس اغنيه استقاله اهداء لكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء مره قلبك مطرود دورك في حياتي سالة لا تفكر تعود رجعوا تاني استحاله مره قلبك مطرود حياتي سالة لا تفكر تعود نرجعوا تاني استحالة مشكور على إخلاصك شربت الأخضر من كاسك مشكور على إخلاصك شربت الأخضر من كاسك يلا دابا في مراسك وقدم الاستقالة وصافي سلينا وحبك نسينا وصافي سلينا وحبك نسينا كانت هذه استقالة أغنية من إبداع الفنان ديالنا عز الدين بسوس لضيف هذه الحلقة من جلسة فنية انتقلوا واحد محور آخر مؤخرا اشتغلتوا على قطعة مجموعة من الفنانين أديتوا أغنية فتح المسيرة الخضراء كانت المناسبة هي ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة شكون ممر هذا العمل وشنو هي الظروف ديال الشغال فيه وشكون اللي كانوا معكم من اسماء عز اولا مسيره فتح الخضراء كانت من انتاج شركه سير العرب في شخص الاخ والصديق المصري المغربي استاذ عادل سعد كان اتصل بيا وقال لي عز الدين راني عندي واحد كنا كنتكلموا يعني في مواضيع اخرى يعني أكبر الفن وقال لي راني عندي واحد الكلمات كلمات شريفة وبغيت ندير المسيرة فتح الخضراء الجزء الثاني بغيت ندير حيت هو كان داير الجزء الأول كانوا معاه فنانين منهم الفنان الترابي ومنهم الفنان كمال عموري وفنان داني نور اللبناني وفنان مصري يعني كانوا واحد ثقافات دابا قال لي يعني عندي فكرة أخرى غادي ندير ثقافات المغربية يعني ندير الأمازيغية ندير الريفية وندير يعني كانت عنده فكرة زوينة قلت له مرحبا انا معك قال لي دابا خصنا نشوفوا يعني اللي حلينا هاد الملحمه هادي ما علينا جا عندي الاخ والصديق ديالي موسيقي هو استاذ كبير تبارك الله اللي هو عصام وهبي وانا ما عارفوش بانه كيلحن ما عارفوش بانه ملحن جا غير يشوفني قال لي غبرتي عليا وداكشي انا غادي نمشي نشوفك كنشربوا قهوه قلت له راني عندي واحد الكلمات بغينا نديرو ملحمه وشرحت له الفكره كيفاش دايره كنت انا عاد لحنت واحد اللازمه ديك الاولى مسيره خالده مسيره عظيمه باش يبان لنا اللحن كيفاش غادي يجي
عطيت له ديك اللازمه داك الشيء، كل نهار كيصيفط لنا جوج ديال لي فيديو ثلاثه كيسجلهم لينا وكيصيفطهم لينا، بقينا كنختاروا هذا نعطيوه لهاد، نعطيوه لرشيده طلال، هذا نعطيوه لجوليا، هذا نعطيوه لهادي. الحمد لله يعني الامور مشات مرتبه، والحاجه كاع اللي كتخرج من القلب وكتكون يعني شي حاجه اللي كتكون على قلب البلاد، شي حاجه اللي هادفه فرساله، دائما كتوصل لقلوب الناس. بالتأكيد نعم. طبعا كان معكم عبد العالي انور، حتى هو كان كاين ياك. كان عبد العالي انوار، فنان داني نور اللبناني المغربي، كانت معنا الفنانه جوليا، وفنانه رشيده طلال، وفنانه فاطمه التحيحي، وعبد الرب. نعم، مؤخرا الساحه الفنيه فقدنا بسبب فيروس كورونا واحد من عمالقه الفن المغربي، محمود الادريسي. عرفت عندك واحد العشق من هذا الفنان رحمه الله عليه في هذا اليوم. نعم والله محمود إدريسي كنت نتلاقى انا وياه دائما، حكم عنده الحفيده ديالو ولا معاه الحفيد ديالو، كان كيقرا مع بنتي، كان كيقرا معاها، وكنت كنتلاقى انا وياه دائما، وكنبقاو نتناقشوا على الفن وكنبقاو نتذكروا. وهذه واحد النهار خديت انا وياه صوره، وكنت اول مرور ديالي التلفازي كنت مع الفنان اللي كنبغي نوجه ليه تحيه كبيره، الفنان عبد العالي انور اخ ديالي وصديق، كنت سمعها في تغريده، وكنت اول اغنيه غنيت واش نزيد ومازال الحال ديال الفنان محمود ادريسي، وكنت سمعتها له وفرح بزاف، وقال لي انتم الفنانين يعني الشباب انتم اللي غتحملوا المشعل واحد النهار، وشكرني بزاف، قال لي تبارك الله صوتك جميل وهذه. وبقيت كان دائما كنتلاقى انا وياه يعني في كل 11 ونص 12 العرب كنتلاقى انا وياه يعني، فلا حول ولا قوه الا بالله العظيم، ماشي غادي نقول، والله الله يرحمه، اللهم ارحمه برحمتك الواسعه، ويصبر الاهل ديالو، لان حنا ضعنا فيه صراحه، ضعنا في استاذ كبير وفنان كبير مع الاسف والله، يعني هو الاجل ديالو راه ماشي كورونا اللي قتلاته. نعم، كان السبب هو عاود الفيروس كورونا، حنا شفنا الفيديو المؤثر بنته. نعم، هذاك الاجل ديالو وفى، كيف ما حنا عندنا الاجل ديالنا واحد النهار، لانه راه كورونا كتبقى غير سبب وصافي. نعم، يلا سمعنا واحد المقطع صغير من احد اغاني الراحل محمود الإدريسي رحمة الله عليه. الله نديرو واش نزيدو، مازال الحال مازال الحال، ولا فات الحال علينا، عاد لقينا راحة البال راحة البال، عاد صار احلى لينا احلى لينا، يا سيدي غير السؤال غير السؤال، ضحكة بكليمة زينة زينة زينة، خلينا باقي ما يتقال باقي ما يتقال، عام والله لا سلينا لا سلينا، خلينا باقي ما يتقال باقي باقي ما يتقال، عام والله لا سلينا عام والله لا سلينا، قولوا معايا مازال الحال مازال الحال، وثبت الله يهدينا وثبت الله يهدينا، قولوا معايا مازال الحال وثبت الله يهدينا الله يهدينا. عفوا الله يهدينا الله يهدينا حتى يهدينا كما كنقولوا. شكرا عز الدين قسوس باغنيه فتح المسيره الخضراء، بها غنودعوا المستمعين الكرام، على امل ان شاء الله تكون عندنا لقاءات اخرى، ان شاء الله نشوفك غزير الانتاج، اولا الله يرفع علينا هذا الوباء ويرفع علينا هذا البلاء، حتى ان شاء الله نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا، طبيعيه صعب نقول على الاقل شبه طبيعيه، لانه دابا ما كنعيشوش حياه طبيعيه، اما اننا نعيشوا غير حياه الشبه طبيعيه، وفرصه كذلك تفتح الابواب لكم اولا للاشتغال، يمشي الامور كيف ما بغيتوا كيف ما حبيتوا، اكيد انه انت نموذج واحد الشاب طموح، واللي يبقى شنو ممكن يجي من الايام القادمه بالاجتهاد وبالحظ كذلك وبالزهر، الله يجيب لي وضع في طريقي غير ولاد الخير كيف ما كنقولوا يا رب العالمين. اخر كلمه خليها لك تقولها اخي عز الدين. شكرا لك في هذه الحلقه من جلسه فنيه. شكرا للميد راديو على دعمها لينا،
شكرا لكل متتبعي ومستمعي ميد راديو، يعني كنتمنى تكون هذه الحلقة يعني كانت خفيفة ظريفة. كنعاود نرجع كنشكر الأخ والصديق عادل سعد اللي جمعنا في هذا العمل. العمل كان كله يعني حب وود واحترام، واشتغلنا فيه بواحد الحب. وكنبغي نشكر الموزع ديال العمل اللي هو السي هشام بلامين، والملحن الأستاذ عصام وهبي، وجميع الفنانين اللي شاركوا معنا في هذا العمل ولبوا النداء، لأنه هذا كان عمل يعني الوطن، يعني عمل مجاني ما تخلصنا فيه، ما تخلص فيه حتى شي فنان. درناه بواحد الحب لهذا الوطن، وإهداء لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله والشعب المغربي ككل. وشكرا لك أخويا هشام على دعمك المتواصل لي دائما. مرحبا، هذا واجب دوري، تحية الأسرة الصغيرة ديالك والأسرة الكريمة ديالك وكل الأصدقاء والأهل والأحباب ديالك عزيزين قسوس. شكرا جزيلا، ونحن كذلك نبادلك نفس المحبة. إذا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام، بأغنية فتح المسيرة الخضراء اللي فيها مجموعة من الفنانين، وفيهم فيها ضمن هذه الفنانين ضيف هذا العدد من الجلسة الفنية الرائع عز الدين قسوس. بها كنودعكم، على أمل لقاء بكم الأسبوع المقبل دائما في جلسة فنية ودائما على ميد راديو، مع كل الشكر عبد الرحيم صديقي اللي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة. هذا هشام كيتمنى لكم مساء سعيد، ليلتكم سعيدة، في أمان الله.